يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا لكل انضم لنا في برنامج فلسطين هذا الصباح وطبيبك. وموضوعنا الطب اليوم بالفقره الطبيه، الفرق بين الالام العضليه والعصبيه، كيف ممكن نفرق؟ العديد منا بيعاني او بيشعر بالام بايديه باجريه بظهره، فهل يكون السبب عضلات ام اعصاب؟ دائما بنحس انه في حيره بالموضوع. رح نتحدث كيف اليه التفريق بين الالام العضليه والعصبيه، كل هال طبعا التفاصيل والمحاور رح نناقشها مع ضيفي اللي بيسعدني ارحب فيه، الدكتور فضل البتران، اخصائي جراحه الاعصاب والعمود الفقري. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك ولا جميع المشاهدين والمستمعين يا رب. دكتور، يعني العديد من المرضى او من الناس العاديه بصير عندها الام مختلفه بمختلف اعضاء جسمها، ولكن كيف بنعرف انه هذا السبب هو الم عضلي ام عصبي دكتور؟ طبعا هذا يعني اكيد مشكله كثيره بتعاني منها الناس، قضيه الالم. الألام هي الأوجاع اللي ممكن تصيب أي حدا فينا، وإحنا بنعرف تركيبة الجسم، الأطراف العلوية، الأطراف السفلية، العمود الفقري، هو تركيبته بالأساس عبارة عن العضلات، والعضلات موصولة بالأوتار التي ترتكز على المفاصل وعلى العظام، زائد تركيبة اللي هو المفاصل الأطراف العلوية والأطراف السفلية والعمود الفقري اللي في عندك 33 فقرة تقريبا ومتحركة بكافة الاتجاهات. فالألام العضلية والمفصلية هي ألام مختصة بإصابتها وبالتهاباتها أو بألام تخص العضلات والمفاصل والأوتار، وقد يتعلق فيها الهيكل العظمي أيضا كمان. إذا كان مشكلة بالعظم ممكن يعمل عندنا ألام اللي هو في منطقة العضل أو منطقة المفصل. الألام العصبية هي ألام اللي هو عصبية المنشأ، يعني صار في عندنا يعني مشكلة أو خلل في العصب المسؤول. احنا نعرف شغلة إنه كل عضلات وكل المفاصل مين مسيطر عليها؟ الأعصاب. وبالتالي هذا العصب اللي جاي من النخاع الشوكي أو جاي من الدماغ لمنطقة الوجه هو مسؤول عن الحركة، مسؤول عن الإحساس، مسؤول عن توصيل أي خلل في المفصل أو في العضلة أو في العظم إلى الجهاز العصبي المركزي، وإعطاء الأشارة إنه هذا عبارة عن آلام موضعة أو آلام منشئية اللي هي عصبية المنشأ. وما يميز الآلام العضلية دائما هي آلام موضعية، يعني تصيب منطقة معينة أو ممكن تصيب أكثر من مفصل، لكن هي آلام مختصة بالمفصل أو العضلة أو منطقة معينة من العظم، ممكن عدة مفاصل مصابة لا يرافقها أي إحساس بالخدر أو إحساسات عصبية أو التنميل أو إلى آخره. هذه الألام تزداد بالحركة، تزداد غالباً الالتهابات أثناء النوم. الألام العصبية هي ألام مختلفة تماماً، وغالباً ما تكون الألام مترافقة على أو ممتدة من منطقة إلى أخرى، يعني نادر ما نشوف ألام موضعية موضعة بس تخص العصب، إما بتكون بالتنميل أو بالوخز أو ألام حادة تكون ممتدة مثلا من الرقبة إلى الطرف العلوي أو من الظهر إلى المنطقة السفلية، أو بتحس دائما مرافق بالإحساسات باضطرابات حسية. يعني هذا بشكل عام ما يميز الألام العضلية والألام المفصلية والألام التي تخص اللي هي الأعصاب وعصبية المنشأ. دكتور، بدنا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر، نحكي أولاً عن الألام العصبية، إيش أسبابها؟ هل هي لها علاقة بتحركاتنا ممكن الخاطئة، ممكن العمر؟ إيش هي أسباب الألام؟ أو نتحدث العصبية ثم ننتقل إلى العضلية دكتور. الألام العصبية بنعرف شغلة ونحكي دائماً إنه الجهاز العصبي المركزي مكون من الدماغ والنخاع الشوكي. وهذا النخاع الشوكي يستقبل كل الإحساسات وكل السيالات العصبية الموجودة من الدماغ، تنزل على النخاع الشوكي وبتعطي الأوامر إلى الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية أو إلى الجذع الإنسان اللي هو العمود الفقري وكل الأطراف السفلية والعلوية ومنطقة الحوض. وبالتالي أيضا كمان إنه هاي الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية أو منطقة الجذع تنقل الإحساسات وين؟ للنخاع الشوكي. النخاع الشوكي بينقلها للدماغ وبترجم الإحساس الموجود في هذه المنطقة. وبالتالي أي خلل في المنطقة العصبية إما من الجهاز العصبي المركزي الدماغ والنخاع الشوكي، أو العصب اللي طالع من النخاع الشوكي للمنطقة العضلية أو منطقة المفصل أو منطقة الطرف العلوي أو الطرف السفلي، وهذا الامتداد ما بين الأطراف العلوي والأطراف السفلي للنخاع الشوكي والدماغ
هون مسؤول أي خلل أو أي التهاب يعني يسبب عندنا آلام عصبية. مثلا أبسط مثال، في عندنا مثلا ديسك أو انزلاق غضروفي في منطقة الرقبة، وين بدي يضغط هذا؟ بدي يضغط على العصب اللي بروح على الأطراف العلوية إما يمين أو شمال. إذا كان في عندنا ديسك بأسفل العمود الفقري بدي يضرب الوجع، بقول لك يا دكتور أنا في عندي وجع بأسفل الظهر وبضرب على رجلي، على كل رجلي، ومرات بحس هذا الألم مترافق إيش مع خدر أو نمنمة أو إحساس بالوخز. نفس الإشي الديسك بالرقبة، وبالتالي أي التهابات تصيب النخاع الشوكي أو تصيب العمود الفقري تتسبب ألام تمتد إلى الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية. بنفس الوقت إذا كان في عندي التهاب بالأعصاب، يعني واحد مثلا عنده مرض سكري، شو عم بيصير؟ بيصير في عندنا التهاب بالأعصاب الطرفية بسموها، بيصير المريض يحس بألم خاصة بالليل، بيحس بالحرقان، بالتنميل، بالخدر، ولدرجة أنه تصبح آلام مزعجة جدا. ليش؟ لأنه صار في عندنا التهابات بالأعصاب الطرفية. فبالتالي أي خلل في الأعصاب الطرفية أو خلل في مركز الأعصاب بالنخاع الشوكي أو الدماغ، مثل اللي هو التهاب التصلب اللويحي، في عندنا اللي هو الجلطات الدماغية، في عندنا النزيف الدماغي، الالتهابات العمود النخاع الشوكي، أورام النخاع الشوكي، يعني في عندنا أورام بالنخاع الشوكي بسموها الورم الليفي العصبي، هذا يسبب آلام مزعجة وشديدة جدا أثناء النوم، بحيث أنه يوقظ المريض من النوم ومضطر أنه يمشي مشان يخفف الألم. وبالتالي يجب أن نميز هذه الآلام تكون ممتدة غالبا بأكثر من منطقة متشعبة، وتكون ويرافقها اللي هو إحساسات غير طبيعية مثل حس الوخز أو التنميل أو الحرقان أو المصطلحات كبيرة جدا، وهذا ما يميز الألام العصبية عن الألام العضلية المفصلية الموضعة. يعني ممكن نحكي دكتور أن الألام العضلية بتكون فقط مختصة في منطقة معينة، أو ممكن خلال مثلا أخذ مسكنة روك، إيش بالضبط يعني نتحدث أكثر عن الألام العضلية بشكل تفصيلي؟ الألام العضلية هي ميزتها ألام موضعية، يعني بيجي المريض بيحكي يا دكتور في عندي ألام في المفاصل، في عندي ألام في المنطقة مثلا اللي هو في منطقة العضد أو المنطقة الأمامية من الذراع، بقول لك ألام في الفخذ، ألام في مفصل الركبة، في عندي ألام بالرقبة، في عندي ألام بالظهر وتشنج بالعضلات، أنا بحس أن عضلاتي متشنجة. هذه الألام تكون موضعة تزداد مع الحركة غالبا. هلا في نوع من الالتهابات مثل الروماتيزم والالام العضليه اللي بيرافقها التهابات قد تكون منشاها مثلا بالليل وخاصه اثناء النوم او الصباح الباكر، لانه كثير في ناس اللي بيشتغلوا بالمكاتب او اللي بيشتغلوا على السيارات شو بصير عندهم؟ بصير عندهم شد عضلي بشكل متواصل في الرقبه او العمود الفقري، باثناء الشغل ما بحس اي الام، ما في عندنا اي الام، لكن لما يروح ينام بحس بتبلش الأوجاع الرقبة، أوجاع الظهر، أوجاع رجلين، تشنج بالعضلات، والصبح بصحى وأنه كل مفاصل وكل عضلات بحسهم إيش متيبسة، أو بقول لك أنا بصحى من النوم مربوط مربط. فبالتالي هي عبارة عن ألام عضلية موضعة تزداد مع الجهد والتعب المتواصل، وليس الجهد مقصود فيه انه التعب انه يشتغل بالورش وبالرفع الاثقال وبتحميل الاشياء، لكن حتى ممكن ابسط الامور الجهد العضلي المتواصل، الشد العضلي المتواصل اثناء العمل في المكتب او اللي بسوق سياره دائما مشدود، اي شد عضلي متواصل قد يسبب اللي هو الالام العضليه اللي ممكن نشعر فيها احنا بالليل او اثناء النوم او في الصباح الباكر، وتكون هذه الالام في منطقه محدده وبيميزها المريض. هلا وين الموضوع؟ انه بالسن الكبير لما يصير في عندنا الام مفصليه بتحس في الم في رجليها، الم في عضلات رجليها، بتحس بتعب اثناء المشي. ف والله يا دكتور انا رحت على دكتور العظام ورحت على اكثر من دكتور ما استفدت، وحكوا لي روح على دكتور اعصاب، هذه امراض عصبيه. هذا ممكن يكون مضبوط الحكي هذا، انه يكون في عندنا الام عضليه والتهابات مفصل وتآكل في مفصل الركبة، وأيضا في عندنا ألام عضلية وبالظهر الفقرات مع الزمن عم تضغط على الأعصاب، بصير الوجع مترافق من الظهر يروح على رجلينا ويعمل تعب في رجلينا وإحساس بالخدر وكذا والآخره، وممكن تكون الأمور متشابكة
ما بين آلام عضلية مفصلية وأيضاً آلام عصبية. من ميزها طبعاً إحنا بتم تمييزها من خلال اللي هو فحص المريض، كم سؤال إحنا نسأل المريض، شو نوع الألم، كيف الألم عم بيجي مع الحركة أثناء النوم، في خدر، في أمراض أخرى مثلاً، ننتبه إنه في عنده أمراض سكري، في عنده أمراض اعتلالات العصبية مترافقة في بعض الحالات، وبالتالي يتم تمييز هذه الألام بجلسة مع الطبيب المختص للوصول إلى التشخيص. العلاج دكتور، هل هناك اختلاف في العلاج ما بين الألام العضلية والألام العصبية؟ أكيد أكيد الفرق واسع وشاسع، لكن إحنا موضوع هو التشخيص، يجب أن نشخص هل هذه الألام مفصلية وعضلية المنشأ أو هي عصبية المنشأ، وهذا دور الطبيب في هذا المجال. ونحن نعرف يعني الألام العضلية إمتى بتحصل؟ بتحصل ألام عضلية أو مفصلية نتيجة اللي هو التعب أو الجهد، بسموها الردود العضلية، اللي بيلعبوا رياضة بفترة طويلة، أو واحد بيعمل رياضة بغير لياقة، يعني هو بلش يلعب رياضة وتمارين فعمل جهد زائد، بروح أثناء النوم أخ يا رجلي يا مفاصلي كله بوجعه لأنه هو مارس الرياضة بدون لياقة. في عنا اللي هو الألام العصبية، الالتهابات المفاصل، الروماتيزم، الألام العضلية المنشأ، إنه إحنا في التهابات بالعضلات بسموها. وبالتالي التشخيص هو مهم جدا في هذا المجال، وإحنا نعرف إنه الألام العضلية إذا كانت عبارة عن الجهد العضلي شوية مسكنات مع الراحة، ممكن نستعمل مكملات ماء باردة أو سخنة حسب يعني فترة الإصابة. في عنا كمان اللي هو التهابات المفاصل، ممكن نعطي اللي هو التهابات الروماتيزم والأدوية الخاصة للمناعية والتهابات المفاصل. في عنا التشخيص مهم جدا، انه نستبعد حالات قد تكون مرات صعبة، انه التهاب بالعظم، وقد يكون التهاب بالعظم بكتيري، انه يكون في تورم او في اللي هو احمرار في المنطقة، يجب التنبه، ما ناخذ كل الآلام هي عن آلام بسيطة، وخاصة نشدد على الآلام المتكررة واللي أخذت أكثر من وقت. أنا أخذت المسكنات وأخذت كل شيء بس ظل في وجع، ظل في احمرار، صار في انتفاخ، هون يجب انه يكون في علامة انذار. أما الآلام العصبية لازم يتم التشخيص، هو بالفعل التهابات عصبية، هل هو انزلاق غضروفي، هو عبارة عن التهاب أعصاب سكري، وبعتقد يعني كل نموذج له علاجه ومتابعته من قبل الطبيب المختص. إذن الأساس هو التشخيص دكتور. الدكتور فضل البطرنة أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري، بنشكرك طبعا كل هاي المعلومات الطبية، نتمنى السلامة للجميع، ومنأكد أنه التشخيص هو من يحدد المشكلة، خاصة إذا كانت الآلام مستمرة، حتى نشعر بصحة كاملة ونتمتع بصحتنا الكاملة. أهلا وسهلا يا دكتور. تحياتي لكم وألف سلامة للجميع. أهلا وسهلا، نورتنا. أهلا لك. أهلا. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرة الطبية اللي ميزنا بينها بين الألام العضلية والألام العصبية. بنتمنى السلامة للجميع، واستنونا بفقرات طبية جديدة، ويسعد صباحكم.